صحيح أن هناك رؤساء دخلوا البيت الأبيض وهم أثرياء، لكن هناك آخرين بدأوا جني الأموال بعد مغادرة كرسي الرئاسة، وفي المقابل ثمت من جعلتهم الفترة الرئاسية يفلسون ويخسرون ما لديهم من أموال، سواء بسبب الديون أو سوء إدارة الثروة أو حتى الاعتياد على حياة البذخ والثراء. لكن اليوم أنا هنا سأستعرض معكم قائمة فوربس للرؤساء الأمريكيين الذين عززوا ثرواتهم بعد خروجهم من البيت الأبيض. القائمة تبدأ بدونالد ترامب، الرئيس الأغنى بالولايات المتحدة حتى الآن. أمواله ورثها عن والده واستثمرها في العقارات حتى أصبح في قائمة أغنى الأغنياء بالعالم بثروة تتجاوز 7 مليار دولار. وقبل أيام وصلت القيمة السوقية لشركة ترامب ميديا لأكثر من 6 مليار دولار. جورج واشنطن الرئيس الأول للولايات المتحدة وصل إلى السلطة في وقت كانت أعمال البناء فيه ما تزال بدائية، واستغل ذلك لمصلحته وحقق أرباح كبيرة وفقا لقناة هيستوري الأمريكية، فإن مجموع ثروته تتجاوز 500 مليون دولار بقيمتها الحالية. ومن الرئيس الأول إلى الرئيس 26 ثيودور روزفلت، جزء من ثروته ضخمة كانت من عائلته، وبلغ إجمالي ثروته 125 مليون دولار. وعلى الرغم من سوء إدارته لأمواله إلا أنه نجح في الاستثمار بالعقارات في المناطق الساحلية. وهناك رؤساء استفادوا من تجاربهم بالحكم، ومنها صنعوا ثرواتهم عن طريق كتب تروي سيرهم الذاتية أو من خلال إلقاء الخطب العامة والمحاضرات وتقديم الاستشارات، مثل باراك أوباما وبيل كلينتون. فكلينتون كون ثروته بعد انتهاء فترة ولايته من مبيعات الكتب والمحاضرات والاستشارات، فكان يتقاضى ما بين 150 إلى 700 ألف دولار عن كل محاضرة يلقيها، وتبلغ ثروته 80 مليون دولار. أما أوباما فحقق أرقاما قياسية عند دفع الناشرين بسخاء مقابل نشر مذكراته بعد انتهاء ولايته في أكبر صفقة في تاريخ النشر، بلغت قيمتها 65 مليون دولار، وتبلغ ثروته اليوم 70 مليون دولار. But Donald Trump wants to take our country backwards. She's crazy. You know, you can tell a lot by a laugh. No, she's crazy. She's nuts. So hear me when I say, I know Donald Trump's type. She's not as crazy as Nancy Pelosi, President. Did you see Nancy Pelosi is selling out Biden? And in this campaign, I promise you, I will proudly put my record against his any day of the week. Kamala, I call her laughing Kamala.